معانا هنعمل مسقعة القرنبيط باللحمة المفرومة. اللحمة المفرومة اللي معايا ضاني، فيها نسبة دهون زيادة شوية معلش عشان تبقى طعم الضاني. معانا لحم مفروم نص كيلو، كيلو الا ربع كيلو، مفيش أي مشكلة، أنت كريمة وبنستاهل كرمك. معانا قرنبيط الزهرة، بيسموه في الخليج قرنبيط أو زهرة، البيضة الحلوة، ومعانا بصل، ومعانا توم، معانا شبت، معانا كمون، كزبرة خضراء، ملح وفلفل، والمكونات بتاعتنا. المقادير على الشاشة ولكن الطريقة مختلفة. المقادير على الشاشة تقدر تصورها بالتليفون أو تكتبيها مع بعض. طيب كلنا لما بنيجي نعمل مسقعات القرنبيط بنعملها بطريقة مختلفة. أنا النهاردة القرنبيط مش هحمره في قلب الزيت، بطريقة جديدة كده هناخد البصل الجميل الحلو ده كده. يلا يا شباب، حلو تمام كده، الله عليك يا شفيق حبيبي. ناخد البصلايه المتقطعه جوليان دي كده وندلعها. البصلايه دي ده الجديد بقى، القرنبيط اللي انا هحمره في قلب الزيت ولا حاجه، مش هيشرب معانا زيت. مشكله القرنبيط بيشرب زيت دايما، واللي بياكله يقول لك عندي مشاكل مع الكولون، حموضه، الجو اللي احنا عارفينه ده كده. ولكن الاكل بتاعنا النهارده شبيه للاكل الصحي، مش هنقول صح 100% ولكن بقدر الامكان الاكل صحيه. انا معايا بصله قطعتها شرايح، المصطلحات العلميه يقول لك جوليان شرايح بالشكل ده كده. معانا هنحط على البصله دي يا عم الشيف شويه توم. حلو الكلام، ده الجديد. والتوم له قيمه غذائيه عاليه جدا، يحرك الدم في الشرايين الدقيقه بالجسم. شبت للغازات ومشاكل الغازات، حلو قوي. عود زعتر بري، الخلطه دي على فين يا شيف؟ اصبر على رزقك. زعتر بري، حلو قوي. تمام، هناخد الكمون بتاعنا اللطيف، كمون، بابريكا، ملح وفلفل. على البصلة ادي الكمون وادي البابريكا وشوية كركم. للأمانة انا بحب دايما الكركم، كل ما تيجي سيرته لازم اقول فايدته، ينشط الكبد، ينقي الكبد، يخلص الكبد من الدهون. كل التوابل دي يا عم الشيف زي الفل مع كزبره وزيت زيتون. كل ده على البصله، دلعها اخر دلع، وزيت زيتون. حلو قوي، هنقلب الخليط ده كله. وعند الزهره بتاعتنا اعلمك تغسليها ازاي، مهم جدا على فكره. ما تجيبيش القرنبيطايه من عند الراجل اللي هو بتاع الخضار، هي معانا اهي سليمه زي الفل. الله ينور عليك يا مشاهد، اهي دي قرنبيطية سليمة، جيبوها لي يا شباب، الله يوفقكم يا رب. قرنبيطة حلوة لطيفة وحلوة، الشمس الجميلة مديالها لون حلو، هي بيضة وحلوة. بتجيبيها زي ما هي كده وتقطعيها وتحطيها في مية، مية كثيفة يعني، مية كتيرة في بولة كبيرة، وتقلبيها من وقت للتاني. تقوم الرملة الأتربة نتيجة تعرضها للجو، لأن دي طبعا من الخضروات اللي هي بتتعرض للأتربة والجو والعوامل الجوية، زي الخس، زي الكرنب، الحاجات دي كلها. في الآخر تنشيلها كده وتشيلها من على الوش وتغيرها عليها المية مرتين ثلاثة لغاية لما تلاقي المية نظيفة زي الفل تقدر تشربي منها. ده غسيل القرنبيط، ده مهم جدا على فكرة، عشان ما ينفعش نعمل مسقعات القرنبيط ونلاقي بابور زلط تحت سنانا واحنا بناكله. أنا حطيت التوابل كلها على البصلاية الحلوة مع زيت زيتون مع شوية الملح زي الفل. ونقلب دول كده البصلايه. تاني عملت ايه يا عم الشيف؟ ده الجديد، بصلايه قطعتها شرايح، حطيت عليها شبت، حطيت عليها بهارات من الملح والفلفل والبابريكا والكركم اهو، والكمون ده اساسي، زيت زيتون، توم، كل ده يا عم الشيف كل ده. هاخد البصله دي كده احطها على وش القرنبيط بتاعنا اللطيف ده كده. وعندي درجة حرارة الفرن عندي عالية جدا، تقدر تقولي 300-280 يعني لدرجة الحرارة القصوى بتاعته. وناخد القرنبيط ده يا عم الشيف ندخله في قلب الفرن. يبقى كده أنا ما حمرتش القرنبيط في الفرن، قصدي في الزيت. احنا دايما متعودين نحمر القرنبيط والبتنجان لما نيجي نعمل مسقعة في قلب الزيت. هاخد القرنبيط زي ما هو كده وادخله في درجة حرارة عالية جدا. فين مكانه في الفرن يا عم الشيف؟ نفتح الفرن ونصلي على الحبيب قلبك يطيب بالشكل ده كده، زي ما هو كده، اللهم صل على النبي، على الشبكة. بصي لي عليه كده نظرة الوداع، قرنبيط من أرض طيبة مصر أم الدنيا، خد خلطة بوغازية لطيفة وجميلة، بصل جوليان متقطع وحطينا عليه توابل والبهارات بتاعتنا.
على الأرنبيت ما يستوي في الفرن، تعالوا مع بعض نعصج اللحمة المفرومة بتاعة المسقعة بتاعة الأرنبيت. تعالوا نعصج اللحمة المفرومة بتاعتنا الجميلة إزاي علشان نعمل شوية مسقعة حلوين جدا بيتكلموا مصري. من الأطباق المصرية اللي في أي مكان مهما نعملها هي واخدة الشعار المصري، مسقعة، ملوخية بالأرانب، كشري، طاج البامية باللحمة الضاني، برام رز معمر، آدي زيت الزيتون، بصلاية ناعمة، نحط على البصلاية دي فص توم محترم. عندك لحمة مفرومة في التلاجة متعصجة مش هتقول لا. نستنى على البصلاية تاخد طعم كده. عينيا بتدمع من البصل، او ما احط شوية بهارات حلوين من البابريكا والكمون والملح والفلفل، شوية سماق في طريق. حلو، وادي الملح كده. البصلية بتاعتي جاهزة، اقلبها، خد الطعم، بدأت اشم ريحة حلوة بدل ريحة البصل. انزل باللحمة المفرومة بتاعتي، اللهم صل على النبي، اهي لحم ضاني اهو، وفرمة ناعمة، بلاش الفرمة الخشنة اهو، قولي للجزار عايزاها ناعمة. نعصج اللحم بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي، ونقلب كده اهو. جنبي مية بتغلى على النار، بحط فيها جزراية وبصلاية وتومية، بوكي جارني، مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري. دايما يكون عندك في المطبخ وانت شغالة كده حلة فيها مية بتغلى على النار زي الشيف المغازي كده. قواعد المطبخ، في أساسيات في المطبخ، حلة بتغلى على النار، عندك عظم بتاع فراخ في التلاجة طلعيه، عندك عظم لحمة طلعيه، ماسورتين لحمة حلوين جايبهم جوزك مع الكيلو اللحمة طلعيهم، عندك العظم بتاع الفراخ طلعيه مع بصل مع طماطم مع قرن فلفل مع عود روزماري مع توم، وخليهم يغلوا جنبك كده على النار. اهو شفت اللحمه ازاي، هتلاقيها دلوقتي ايه، مرمله ومفروله، حلوه مرمله مفروله دي كافيه بالشكل ده كده اهو. شويه ميه مغليين من الحلوه او الشوربه بتاعت اللطيفه، اللهم صل على النبي، دي كفايه اهو، هو ده اهو. انا احب اللحمه مستويه قوي على فكره، سواء بعمل مكرونه بشاميل، سواء بعمل مسقعه، سواء بعملها رز بالخلطه اهو. شفت اللحم ازاي، زي الفل، الله، وما خدتش وقت، بس تنزلي بالشوربه بتغلي. انت ممكن تبقى احسن مني، عندك شوربه في الثلاجه كنت سلقه فرخه قبلها بيومين مفيش مشكله. شفت اللحمه ازاي، شفتي زي البرغل، مفلفله ازاي، مش مكلكعه بقى وكل حته قد كده اهو. واسيبها على النار كده، شويه لحمه زي الفل. طيب هنعمل طبعا دلوقتي عندنا صوص طماطم مضروب في الخلاط. انا بتجيلي مشاكل مع حموضه الطماطم يا شيف، نعالج مشكله الحموضه دي ازاي؟ الطبيعي معلقه سكر في حاله عمل صوص طماطم، شوربه طماطم، صلصه بيتزا، زي ما انت حابه. هننزل بالطماطم دي كده اهو، يا ويلي يا ويلي على الحمار بتاع الطماطم، يا قوطه يا حمرا. نقلب كده، القرنبيط بيتشوف في الفرن، هنقعد جنبها كده ونستنى نخش في اللي بعده كده. اعتقد ان مسقعه القرنبيط جاهزه للتطبيق، قرنبيط بيتشوي وعد صوص بولونيز او اللحمه المتعصجه جاهزه وزي الفل. بولونيز ده يعني ايه؟ صلصه لحم متعصج بالطلياني. عد اللحمه متعصجه زي الفل بالشكل ده كده. افتح يا سمسم، هات الفرن اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي جيبهولي القرنبيط، ايه الحلاوه دي ناخد دي كده عشان نحط القرنبيط عليها. ده لسه انت هتشوف صوره حلوه قوي دلوقتي على فكره عينيا اللهم صل على النبي، ايه الحلاوه دي يا شيف، ولا حمرناه في الزيت ولا حاجه جيب لي الصوره الحلوه دي، الله يرضى عليك يا ولدي، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده تعالوا نعمل مسقعه القرنبيط بالقرنبيط اللي طلعناه من الفرن بالتفاصيل بتاعته. هنشيل كل حاجه كده ونروق الدنيا كلها اول باول، ونجيب كسرولة ازاز او صينيه البسبوسه اللي عندك او صينيه الكيكه اللي عندك، عشان ما تقوليش انا ما عنديش زي اللي عند الشيف المغازي اللهم صل على النبي، دي كده حلوه قوي، ونحطها هنا كده ونشتغل مع بعض كده حلوه قوي. اللحمة المفرومة بتاعتنا فين؟
المتعصجه الجميله اللي ريحتها قلب الاستوديو. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ بتجيب الحلويات دي يا عم الحاج؟ حبيب قلبي، شفت شويه البولونيز اللي هنا دول؟ دول عايزين مكرونه سباكيتي مسلوقه ونحطهم على الوش مع جبنه مبشوره بارميزان، تبقى مكرونه سباكيتي بصوص بولونيز مع جبنه بارميزان، مطبخ طلياني. دي عايزه طبقات من اللازانيا ونعمل لازانيا باللحمه المفرومه. دي عايزه عجينه الكانينولي ونعمل كانينولي باللحمه المفرومه. اه زي الفل. هنحط شويه لحمه مفرومين كده في الارضيه. اللهم صل على النبي، عشان اللي يجيب ارضيه الكسرولة يلاقي لحمه مفرومه يعرف ان احنا كرمه. وناخد الارنبيط بتاعنا اللي انا شويه هنا ده كده. اللهم صل على النبي. في البصلايه طبعا، وبصلايه مخدومه اهو. انا بنزل بالارنبيط في ايدي بيفرفط اهو، شفتي؟ اهو الله. وعلى مسؤوليتي انا اللي هياكل من الارنبيط ده مفيش اي مشاكل مع الكولون خالص. الناس اللي عندها مشكله مع الكولون الطريقه دي مفيش مشكله خالص. انا حاطط كمون مع البصله وحاطط كمون في صلصه اللحمه. الله. واخد الصوص البولونيز اللي عندي ده كده. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ الف هنا وشيف اللي ياكل منه. اكله مصريه بتتكلم مصري بتفاصيلها وبتنفيذها وبإعداداتها. لسه ما خلصتش. شويه الارنبيط اللي عندي دول كده امسكهم بايديا كده، شفت ازاي؟ دي مهمه جدا على فكره. شفت الارنبيط بيتفتت في ايدي ازاي؟ اهم حاجه تقفل الفرن كويس عشان البخار اللي يطلع من الفرن يساعد على تفتيت الارنبيط وتسويته بالشكل ده كده. تاخد الارنبيط بعد الطريقه دي كده مع البصلايه الحلوه. يا ويلي، مش كل يوم ناكل ارنبيط مقلب البيض. دي هتخش الفرن يا غالي، عينيا ليك حالا دلوقتي. البصلايه الحلوه زي الفل. خلصنا، نشيل ده من هنا. الله. ونيجي على شويه اللحمه المفرومه اللي عندي دول، بحط عليهم شويه شوربه من اللي عندي. ركزي بقى في المعلومه دي اهو، دي شوربه اهي، حلو قوي. واحط على الشوربه دي يا عم الشيف شويه كزبره خضراء. اللهم صل على النبي اهو. واحط على الكزبره الخضراء دي يا عم الشيف مكعبين من الزبده، اهلا وسهلا. ونقلب الخليط ده كله مع بعضه. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اهو شفت بقى التركايه دي؟ اهو بواقي اللحمه المفرومه مع كزبره خضراء مكعبين من الزبده. اظبطي الملح واعملي كنترول، ده الجديد. ناخد الخليط الحلو ده كده. يا ويلي، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ تحفه فنيه، لوحه فنيه من ارنبيطايه حلوه جبناها من عند الراجل بتاع الخضار اللي على راس الشارع مع شيف شاطر. عملنا احلى مصاريه مسقعه باللحمه المفرومه. جوزك ياكل منها، حماتك تاكل منها، ماما تاكل منها، وداعا لمشاكل الكولون. هناخد الصينيه دي زي ما هي كده، لو جوزك بيحب الحار مفيش مشكله. ما تزعلش يا غالي. اللهم صل على النبي. ايه الحلويات دي يا شيف؟ ايه الحلويات دي؟ الشتاء بيجي بخيره والله العظيم. ايه ده؟ ايه ده؟ درجه حراره الفرن عندي 180، صل على الحبيب قلبك يطيب. هناخد الصينيه دي زي ما هي كده وندخلها الفرن اهي. الله، بص لها على الارنبيط نظره تانية قبل وبعد. ايه الحلاوه دي؟ وبالله عليك والنبي تخليك معايا، خليك معايا كده دقيقه واحده يا استاذه. بص كده قبل وبعد اهي اهي، جيبوها لي يا شباب والنبي اهي. في ابداع النهارده اهي، الارنبيطايه دي قبل وبعد. شفت كانت ايه وبقت ايه دلوقتي؟ ايه تحفه فنيه في قلب الفؤاد اهو اهو اهو. الله عليك يا شفيق اهي اهي، هو ده. والصوره من داخل الفرن، والصورة من داخل الفرن تتحدث عن نفسها. ايه الحلاوة دي؟ دايما يقول لك الصورة تعني ألف كلمة. احنا معانا على شاشة القناة الأولى التلفزيون المصري تعني مليون كلمة. ايه الحلاوة دي يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ يلا دلعها.